مدينة كبيرة، كن حذرا يا بني، كن حذرا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. تعالوا تعالوا واشتروا، تعالوا. رجع حجاني بني. فريد من نوعه، إنه جميل جدا. أنت هنا يا بوتشي؟ آسف يا سيادتي، آسف. عجيب، المكان كان مزدحما. هيا بنا، هيا يا بال. مدينة كبيرة، إلى أين تصل هذه الطريق؟ انتبه وأنت تعبر الطريق، إلى أين تنظر؟ لا، الإشارة، أنت على يدي. ماذا تفعل عندك؟ ابتعد أيها الولد، ابتعد. رائحة شهية، أنا جائع. ألست جائعا يا بوتشي؟ هذا فخم يا بال، اجلس انت ايضا. ماذا تفعل هنا ايها الولد؟ نريد الحساء و اخرج من هنا بسرعه. لا تقلق، اني احمل مالا، كنت اعمل في المزرعه. أذا ليس مكانا يدخله الأولاد أمثالك، إذا لم تخرج فورا ستندم. هيا أنت أيضا، وأنت أيضا، هيا. أنا آسف، آسف. لنخرج بسرعة. أنا أسف يا سيدتي، اعتقدت أني رأيت الدب أو جيانا. ها هو بال، هيا يا بال، يا بال. توقف، تنحي جانبا. النجدة. انتظر، توقف. انتظر، ماذا فعلت؟ توقف، اهدي العقبة. هيا النجدة، توقف أيها الصبي، توقف. هذا عن المطعم. هيا بنا، انتظر. شاربي، توقف، انتظر. توقف يا صبي، توقف، ساحرق العشق. شاربي، هيا بسرعة.
أين ذهبوا؟ هذا الشيء أين ذهبوا؟ هل كان ذلك كلبا؟ أين ذهبوا؟ من هنا؟ من هنا؟ نعم، إلى الحقيبة. انتظروني. نحن بأمان الآن. كم هذا مؤسف، نضع أنفسنا بالمشاكل. أينما ذهبنا؟ ماذا تفعل في سيارتي؟ اختبئ. سيارتك؟ نعم، لا تتوابل أن نصعد إلى سيارات الآخرين دون إذن. هيا أخرج فورا. حالا أخرج. هيا. شوف أنت وسخ. نعم، لم أستحم منذ زمن بعيد. ماذا؟ يا له من كلب كبير. أنا سيباستيان، هذا الكلب اسمه بال. أنا ألولفو، كيف حالك؟ من أين أنت قادم؟ من هذا الاتجاه. أي اتجاه؟ من الجبل. تعني من جبال البرينيه؟ هل تعرفها؟ طبعا، هناك تقع فرنسا وبعدها بلجيكا وبلدان أخرى جميلة. بالترينيه؟ يجب أن أشكرك لأنك سمحت لنا بالاختباء. لدي شيء جميل. ما هو؟ نعم، إنه كنزي. ماذا؟ منذ سنة. إنه وسخ. هيا خذه. كلا، شكرا. لا يمكنك أن تكون رجلا نبيلا إذا كنت وسخا. لا، الجلد ليس وسخا. لدي هذه السيارة، لا تعتقد أنها جميلة؟ فعلا، لم أرى أبدا سيارة جميلة كهذه. طبعا، إنها جميلة جدا. رم. لكن بدأت تتحرك. هاي، توقفي، لا أعرف كيف أتوقف. ماذا؟ ألا تعرف القيادة؟ هاي، توقف. أوقفها. أنت، أنا خايف. هذا فظيع. أنت. السيارة، أدولفو، السيارة. أنت. ما هذا؟ سيخربان المدينة. لنعتقلهم بسرعة. النجدة، ابن سيدي موجود في السيارة. انتظر النجدة. أرجوكما أوقف هذه السيارة. ابن سيدي في السيارة. الولد مع دب أبيض. الصبي الذي أقصد موجود هذه السائق. ماذا جرى؟ سيارة الشرطة قادمة ولا أنا.
نجونا بصعوبة. فعلا نحن بأمان. سيارة الشرطة لنهرب. أصلا قليلا. لقد تدهورت السيارة وغرقت. لماذا تريد الهرب؟ لا أريد أن تجدني الشرطة. فهم، لقد سرقت هذا الكلب. لا لا، بل هو صديقي. لكنك تخاف الشرطة لأنك كنت بعمل سيء. هل ستخبر الشرطة بأمرنا؟ أعتقد أنه يجب. أنت وبل ساعدتماني أثناء الخطر، الآن جاء دوري. حقا؟ نعم. من هنا، هيا. كانت خارجة لتبحث عنك. أدولفو، أنا سعيدة لأنك بخير. أنا آسف يا أمي، لقد تحطمت السيارة. باستطاعتنا شراء سيارة أخرى، لكنني سعيدة لأنك بخير. كنت قلقة جدا يا ولدي. أمي، بل وسباسيهما لن تساعداني. حقا، آسفة لأنني تأخرت على شكركما. شكرا جزيلا لك يا سباسيا. شكرا لك أيضا يا بيل. بيل قفز من السيارة وهو يحملنا على ظهره، إنه كلب عفيف. هل تسمحين لهما بالبقاء هنا الليلة؟ بقاء هنا؟ سباستيان يقوم برحلة طويلة. فهمت، سأسأل والدك. أديلا، دعيهم يستحموا. نعم سيدتي، سأقوم بذلك فورا. لا لا شكرا، لا أريد الاستعمال، اتركيني. تعال معي، أنت أيضا تعال. لا فائدة من الاعتراف مع أديلا يا سباستيان. حسنا، فهمت، لنستسلم يا بيل. تمهلي، لا أستطيع التنفس، تمهلي، لا أستطيع التنفس. قم هادئا، سأقسمك وكأنك بيضة مسموقة. تبدو جميلا ولطيفا وأنت نظيف هكذا. حقا جميل. من أنت؟ اسمي ليزا، أنا أخت أدولفو. أنا سباستيان، كيف حالك؟ أنت جميل الشكل. أنت ليزا، سوف يوبخك والدك إذا تأخرت. نعم يجب أن تسرع، تعال. ماذا عن بيل وبوتي؟ إنهما في بيت الكلاب. ماذا؟ من المستحيل أن ندع الكلاب تدخل إلى. لا تقلق، بيت الكلاب عندنا مريح جدا، وسنقدم لهما كل ما يحتاجان من طعام. سيباستيان، كيف حالك؟ بخير. أنا والد أدولفو واسمي جودي. أنا أشكرك كثيرا لإنقاذك ولدي. شكرا. حسنا، أرجوك اجلس هنا. يبدو لذيذا. تفضل، شكرا لك.
بهذه الطريقة. لا تقلقي لا بأس، يجب أن يتناول المرء طعامه بحرية. أريد أن يصبح أودولفو بنفس طباع سيباستيان. هذا لذيذ سهل جدا. انظر، ليس من عادتهم أن يضحكوا هكذا. هذا رائع، إنه يشبه النجوم في السماء. تعال من هنا يا سيباستيان. يا لها من غرفة كبيرة وجميلة. سأتي لأوقظك صباح الغد. أراك غدا يا سيباستيان. نعم جيدا، ثيابك موجودة على السرير، مغسولة ونظيفة. شكرا جزيلا لك. طابت ليلتك ليزا، هل يجب أن تنزع الشريط؟ نعم. أنتم متأكدون؟ الكلب الكبير يشبه الدب الأبيض، والصبي عمره حوالي 7 سنوات. لا أصدق أن هذا الكلب يهاجم الناس. إنه كلب خطير جدا، هاجم أشخاصا كثيرين في فرنسا كما يقولون. فهمت، وماذا عن الولد؟ البوليس الفرنسي طلب إحضاره هو أيضا. حقا؟ منذ البدء شعرت أن الأمر غريب. اشتقت لكما كثيرا كثيرا كثيرا. بوتي هذا يذكرني. توقف عن ذلك يا بال، توقف. لا داعي لأن أقوم بأخذه الليلة، لكننا نريد التعرف إليه لكي نتأكد فقط. إنه غير موجود. أين الكلاب؟ أين ذهبا في منتصف الليل؟ يجب أن ننظم فرقة للبحث عنهما في المحطة فورا. هذا الصبي أنقذ حياة ولدي أدولفو. أرجوك، هل يمكنك أن تخبرنا عندما تجده؟ حسناً، إلى اللقاء.
جدا. السرير كان نائما لكنني لم أستطع النوم فيه على أي حال. ثم عرفت لماذا لم يستطع النوم، لأنني كنت بعيد عنكما يا بل وبوتشي. نحن دائما معا أينما ذهبنا ولن نفترق أبدا. لننام هنا الليلة يا بل، تعال. أشعر بالراحة عندما أرى السماء، أشعر وكأن أمي تراقبني. انظر إنها تشبه الشمعدان، كم هذا جميل. اعتاد سيباستيان وبيل على أسلوب العيش مع الصبي الغني أدولفو، ودعيا للبقاء في منزله. ورغم أن الطعام كان لذيذا والسرير مريحا، لم يستطع سيباستيان النوم بدون بيل وبوتشي الصديقين اللذين لم يفارقهما أبدا خلال رحلته.